إذا صدفة كما العادة نلتقي بنجوم الزمن الجميل، نجوم الماضي الجميل. اليوم غادي نستضيفوا أحد أبرز الرياضيين بمدينة طنجة اللي ربما تنسى عند الطنجاويين، ويعد من أعمدة فريق اتحاد طنجة آنذاك. هذا حكي لنا المسيرة ديالو بعجالة إذا صح التعبير، يتعلق الأمر بالمدافع الأيمن لفريق اتحاد طنجة آنذاك رفقة بوب شنايدر والمدرب الجزائري رباح سعدان اللي هو اللاعب أحمد المربطي. سي أحمد مساء الخير. مساء الخير. تفضل أخي أحمد، ربما نعطيك الكلمة. من هو أحمد المربطي؟ أحمد المربطي هو ربما تقدر تقول اللقب ديالك اللي باش يعرفوك أي واحد. الفراكة. أيه. كبرت في طنجة ولعبت في طنجة وعمري نسى طنجة بلادي. سي أحمد، فين لعبت في البداية يعني في طنجة؟ البداية كانت كنت لعبت في المغرب طنجة العام الأولاني، وكنت مع كانوا خطرونا فريق الجيش الملكي من الأحياء، ومشينا كنا الجيش الملكي، جلسنا معهم واحد السي موا مدرسة كرة القدم لفريق الجيش الملكي، ومن ثم رجعت اتحاد طنجة كانوا طلعوا من برومي ديفيزيون، عيطوا لنا بلينا كنلعبوا معاهم جونيور أنا واللاعب منير العروسي، ومن ثم المسيرة ديالنا بدات في طنجة، وملي عملنا داك 18-19 عام بدينا كنلعبوا مع اتحاد طنجة، اخترنا رباح سعدان الله يذكره بخير الله ينوره، وبقينا في اتحاد طنجة حتى عام 1992. طلعت حالي من بلجيكا، جات عندنا فرقة أطلس المغربية اللي لعبت معنا في اتحاد طنجة، وكانوا عارفيني بأنني غنطلع من هنا، وطلعت لعبت معاهم. مع ذاك الوقت هذا كانت صعيبة باش تسني في شي فرقة ديال كبيرة، كانت الوقت كان صعيب باش تدي كوغ ديالك من اتحاد طنجة وتمشي تلعب في شي فرقة كبيرة، روح لعبت في أطلس المغربي، ومن أطلس المغربي رجعت عاوتاني النجم المغربي، من النجم المغربي هاوت البرتغال مع رفقة حسن أجنوي. واحد فرقة صغيرة تما، ومن تما عرفت نجلس سنة ورجعت حالي من هنايا بلجيكا، ولعبت ماشي بزاف، كنت تخصحت من لي زاديكتور، وقفت واحد العامين عرفت أنا رجعت لعبت، مي ماشي في فرق كبيرة، فرق صغيرة، وهذا ما كتب الله. سي أحمد، أنت عندك كذلك تاريخ مع فريق اتحاد طنجة لما صعد 86-87، وأنت ذكرتي الإطار الجزائري الكبير سيد رباح سعدان اللي يعد من الاطر العربيه الكبيره، وكيحصل لك شرف تكون انت ضمن في هذا يعني اللي اخترك السي رباح سعدان اللي كان حيوا من هذا المنبر ديال جريده اخبارنا. يعني سي احمد، يعني كيفاش قضيتي ديك 4 سنوات مع اتحاد طنجه؟ كانت اوقات جميله، كانوا لاعبين كبار كيلعبوا معنا، منهم حميد جنينة لاعب كبير، منهم السابق محمد، منير العروسي، كانوا لاعبين كبار زعما الحقيقة، سيف الدين النايب كذلك، سيف الدين النايب، وعدة لاعبين كبار الحق الله اللي راكمتي معاهم وكنتي رسمي في الفريق، وكرنيت مع لاعبين آخرين، لاعبين كبارين وقت الشوح وداك الشيء، عبد العزيز الشوح، نعم، وقت نهرو، حميد دوش، عبد الرزاق، سعيد الزاكي، محمد جباري، سعيد بادو. اذا راكمتي هاد النجوم هادو ديال اتحاد طنجة آنذاك، لعبت معاهم ما شاء الله الله يكرمك، يعني قضيت ايام جميله مع فريق اتحاد طنجة، وانت كنت مدافع ايمن في هذاك الوقت هذاك، وليبيرو كذلك. اللي خلفك هو الجزائري مغاريا يعني. هو اللي خلفك في هذاك الوقيته هذه، مور الوقت اللي طلعت انا من بلجيكا. اذا شنو تقول يعني للمسيرين ديال طنجة اللي ما كيعرفوش هذا اللاعب هذا اللي باغي نعرفوا ونعرفوا هاد الناس هادو، ونقولوا للمسيرين ديال المدينه يفكروا في هاد اللاعبين اللي عطاو كثير للمدينه طنجة، وعلى راسها الفريق الاول فريق اتحاد طنجة اللي هو امامي السي احمد المربطي الملقب بحمد فراكه، اللي صراحه ما نساوش الخير ديالو، ما نساوش هذيك الايام اللي دوزها مع اتحاد طنجة. يعني شنو الرساله ديالك للمسؤولين ديال اتحاد طنجة؟
الرساله اللي عندي موجود تحت طنجة هي خصهم يتكلفوا بلي جون دراري صغار راه عندهم مستقبل. عندنا كويرية طنجة مدينة كتعطي كويرية ما يهتموا بهم ويعطيهم الوقت باش ما يبقاوش حتى هما يخموا غير في الحريق ويخموا في اوروبا. اوروبا راه ما بقى فيها والو. نتمنى لهم حظ سعيد ان شاء الله اللي جون في المغرب اللي جون ديال طنجة بالخصوص. يعني انا كتكلم على القصه ديالك اللي انت اللي كذلك لعبتي في اتحاد طنجة، واش عمرهم ما فكروا فيك هاد المسيرين ما شي مقابله يعني تكريميه في حق هاد المدافع الصلب اللي كان في طنجة يعني اللي ما كيعرفوش كثير ديال الناس دابا حاليا يعني غادي يتعرفوا عليك بهذا الفيديو هذا في هذا اللقاء؟ يعني شنو تقول للمسؤولين؟ واش عمرهم اتصلوا فيك وقالوا لك مرحبا بك؟ ما عندي اتصال مع حتى شي واحد. بالحق كنتمنى لي جون اللي كاينه دابا في طنجة يتكلفوا بهم هما الولا. ما حنايا ما عندنا حتى شي مشكل في هذا الشيء ديال زعما الا كان شي حاجه مرحبا بها. بالحق كنتمنى باش يكونوا كيعطيو اهميه للشباب المغاربه هما الولا بخصوص طنجة. عندهم الوقت على حسب طنجة كتخرج كويرية وخصهم يهتموا بهم باش يكون عندنا واحد المستقبل ديال لي جون بالبلاد وما فيها باس يجيو حتى الناس من على بابا يلعبوا ما فيها باس. بالحق خصنا يكونوا من البلاد الأغلبية يكونوا من البلاد نحتفظوا بهم ونعتنيو بهم ما نخليوهمش يفكروا غير في أوروبا. أوروبا ما بقى فيها والو. هما يقدروا يلعبوا تما لا لعبوا عملوا المستقبل ديالهم يقدروا يطلعوا من أوروبا بالكرة اللي عندهم في رجلهم ماشي يطلعوا باش يعاولوا يخدموا ولا يعملوا شي خدمات اللي هما في حياتهم ما عمرهم كانوا كيخموا يعملوهم. كنتمناو لهم في بلادهم يجيبوا العز. والمغرب دابا راه تقدم والشكر كامل لصاحب الجلاله محمد السادس الله ينصرو. المغرب هو ماشي في تقدم كبير. كنتمناو له مستقبل زاهر ان شاء الله. سي احمد مربتي انت غبتي على المدينه ديالك طنجه يعني سنين طويله واليوم انت ان شاء الله غدا ستسافر الى المدينه العريقه والمدينه التي نحبها جميعا ان شاء الله. يعني طريق السلامه وكنتمنى لك ربي يوصلك للمدينه ديالك اللي غبتي عليها اكثر من 14 سنه. يعني شنو الكلمه ديالك اخيرا للجمهور ديال اتحاد طنجه والمغاربه من طنجه حتى القويره والجاليه ديالنا؟ يعني شنو كيعمل حمد المربتي هنا في بروكسل؟ بلجيكا عامل ببلجيكا وكنتمنى عندنا احسن جمهور في المغرب هو جمهور اتحاد طنجه ما شاء الله عليهم. الله يكثر من امثالهم وخصهم يعاونوا بلادهم ويشجعوهم مزيان ويتهلاو في لي جون راه هما المستقبل. السلام عليكم ورحمه الله. اذا جريده اخبارنا كانت معك سي احمد المربتي اللي كتمنى لك ان شاء الله سفر سعيد وعطله سعيده تمشي وترجع بسلامه ان شاء الله. وكنتمنى لك الصحه والعافيه وطول العمر ان شاء الله. شكرا جزيلا. كنشكرك السي عبد الخالق راك واحد العضو مهم عندنا في بلجيكا في بروكسل. راك كتعتني بالملاعبيه وكترد البال معاهم وكتورغانيزي شي حاجات اللي هما ولا بد منهم هنايا مع المغاربه اللي مقيمين في بلجيكا. كنشكرك بزاف السي عبد الخالق والله يعطيك ما تمنيتي. وانا بدوري كنشكرك كذلك اخي احمد المربتي المدافع الصلب لفريق اتحاد طنجه هذاك وكنتمنى لك مرة أخرى عطلة سعيدة. إلى اللقاء. شكرا جزيلا. شكرا. هاي الصمادي والسلام عليكم ورحمة الله.